أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
تذكرون. صدق الله العظيم.